أيضا إنجاب العديد من أسماء المتميزين. وليد فرحاني يحكي الحكاية بطريقته الخاصة في هذه الورقة. تاريخه شاهد على إنجازاته، شعاره ثقيل في ميزان الساحرة المستديرة، طقوسه ثابتة لا تتغير، والنفس الثاني علامة مسجلة باسمه. النسر القادم من شرق الجزائر، بحثه الدؤوب عن صعود سلم المجد وملامسة أكبر الألقاب. أسلوبه نسر عين الفوارة لم يأخذ ولاية سطيف ملجأ له، بل اختار السفر محليا وإفريقيا، بل أوصلته طموحاته ورغبته الجامحة إلى العالمية بعد مشاركة تاريخية بل استثنائية في تاريخ الأندية الجزائرية. خريطة طريق النجاح ظهرت ملامحها سنة 1988، حينها أحكم لونطونت قبضته على الماما أفريكا بتتويج قاري سيظل محفورا في ذاكرة عشاق الوفاق. رباعية كاملة في مرمى إيوانوانيو النيجيري في ليلة مثلجة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة جعلته يدخل باب التاريخ دون أن يطرق. 26 سنة مرت على إنجاز الوفاق المدوي ليعيد جيل 2014 الكرة من جديد بالتتويج بذات اللقب، لكن بصيغته الجديدة ليحقق ما عجزت عنه كل النوادي الجزائرية. لقب له مذاق خاص بالنسبة لعشاق كتيبة عين الفوارة، لأن أشد المتفائلين العارفين بخبايا المستديرة لم يرشحوه لصعود منصة التتويج. وما أجمل أن يكون نصرك صعبا أو غير متوقع، فتلك هي الفرحة الكبرى. بثمانية ألقاب للبطولة ومثلها لكأس الجمهورية، فضلا عن لقب كأس الأفرو أسيوية وبطولات عربية وشمال إفريقية، تتزين خزينة الوفاق الذي يبقى مفخرة للجزائر. ولأجل هذا فحمل القميص الصيفي شرف وتسيره مسؤولية تتطلب الحنكة والوفاء.